عبارة تدوي في حوارها باعتبارها علامة مسجلة لا تفارق لسان سكان أضرار في مثل هذه المناسبات الدينية. رايحين يمشوا في الشوارع الرئيسة وهم يهللون ويسبحون ويكبرون، علاش؟ باش كل ساكنة القصر هذا يسمعوا بأنه راهم الناس هي صلاة العيد وراهم رايحين في الشوارع. يخرجوا الجمع بعد صلاة العيد، أما صلاة العيد لاش يكون واجد مع القاطو والحلويات، يجي عيد يدخل الدار عقوبة القبل، وهذه الكلمة احنا عندنا عقوبة القبل اللي نبركوا بها، لما كيش غادي تبرك عيدك مبارك احنا نقولوا عقوبة القبل. للمسنين والمرضى نصيب من احتفاليات العيد، بيوتهم لا تخلو من الزيارات مباشرة بعد انتهاء الصلاة، لتتشكل قوافل المصلين لتطوف بيتا بيتا لتغافرهم وتقاسمهم فرحة العيد.